السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء اليوم رح نأخذ مثال حول معادلة برنولي. طبعا معادلة برنولي بها تطبيقات كثيرة جدا. طبعا الأمثلة اللي رح نأخذها هي مش قد ما نأخذ أمثلة عليها هي حتكون قليلة بالنسبة لتطبيقات معادلة برنولي. بالمثال الآتي مثل ما تشوفون يقول ماء يجري في قناة. القناة شنو فرقها عن الأنبوب؟ القناة تكون سطحها مفتوح للضغط الجوي، بينما الأنبوب يكون لا يكون يعني معزول عن الضغط الجوي. زين، القناة شنو مواصفات؟ هي مستطيلة الشكل، يعني إذا نأخذ مقطع جانبي حتكون بهالشكل، هذا مستطيلة الشكل. زين، نأخذ مقطع منه أو منه. عرضها راح يكون 1.5 متر. زين، والارتفاع راح يكون حسب، هنا عندي 1.5 متر، وإذا أجي هنا راح مثل ما حيكون هنا حيكون 0.3. زين، صفر، نأخذ نمسح هاي 0.3 متر، وهاي أيضا 1.5. زين، إذن هو إيش منطيني ضمنا منطيني مساحة المقطع العرضي للماء الجاري في النقطة A وعند النقطة B، ضمنا منطيني مساحة المقطع العرضي، منطيني طول ومنطيني العفو منطيني عرض القناة، هذا عرض القناة ومنطيني الارتفاع، فأقدر أطلع شنو المساحة. زين، تنحدر القناة من النقطة A إلى النقطة B كما موضح في الشكل، حيث يكون عمق الماء عند النقطة A هو 0.5 متر، هذا عمق الماء، وعمق الماء عند النقطة B اللي هو هذا راح يكون 3×10 متر. يقول احسب التصريف الحجمي. التصريف الحجمي هو الكيو، يعني هسه هنا إذا نكتب المعطيات منطيني طول القناة أو عرضها الوث مع القناة منطيني 1.5 متر، ومنطيني الارتفاع القناة أو خلينا نسميه ارتفاع القناة نسميه L حتى نميز عن الارتفاع هو ارتفاع الماء. الـ L منطيني القناة 0.5، هذا الـ L بالنسبة للـ A، والـ L بالنسبة للـ B هو 0.3 أيضا متر. زين، هاي بالنسبة للمعلومات معطيات القناة، معطيات القناة. زين، بالنسبة إلى المعطيات الأخرى هي شيء يقول تنحدر، وطبعا منطيني هذا الارتفاع، يعني منطيني هذا الارتفاع ومنطيني أيضا هذا. زين، ومنطيني هذا. زين، هسه أجي شنو اللي أقدر أسوي؟ عندي يريد الكيو، الكيو هو المجهول، الكيو هو المجهول. الكيو شنو المعادلات اللي من خلالها راح نقدر يعني نحسب الكيو؟ فالكيو هنا راح يكون عندي مجهول. زين، شلون احسب الكيو؟ الكيو بعدة معادلات. اولا عندنا معادلة الاستمرارية. شو تقول معادلة الاستمرارية؟ تقول كيو 1 يساوي كيو 2 ويساوي كيو ان. ايش قد ما كان اكو مقاطع في خلال الانبوب او القناة. زين، فهسه احنا عندنا نقطتين، فكيو واحد او كيو خلينا نسميه اي وكيو بي، هاي كيو اي وكيو بي. زين، طبعا هذا معادله استمراريه جاء من قانون حفظ الكتله، انه الكتله لا تفنى ولا تستحدث، فالكتله اللي مره بالمقطع اي هي نفس الكتله اللي راح تطلع من المقطع بي. زين، هنا الكيو هو شو يساوي؟ الكيو اي يساوي لي المساحة المقطع العرضي، مساحة المقطع العرضي للأي في السرعة المن للأي، والكيو بيش يساوي لمساحة المقطع العرضي للبي في السرعة اللي هي المن للبي. هاي المعادلة خلينا نسميها رقم واحد. زين، هنا المعادلة رقم واحد حتى نشوف شنو نقدر نسوي. الاي 1 ايش راح تساوي للاي 1؟ مثل ما تشوفون عندي عرض القناه وعند ارتفاع الماء اللي هو نص، فايش اقول الاي 1 ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي 1.5 متر في
0.5 وهاي السرعة تبقى نفسها غير معلومة ويساوي أي المساحة الثانية. المساحة الثانية اللي هي AB المساحة الثانية تساوي أيضا 1.5 لأن القناة نفس العرض ثابت ما قال إنه بالسؤال إنه هذا متغيره في راح تكون هنا 0.3 ليه 0.3 لأن هذا ال H هذا 0.3 وهذا أيضا 0.5 في السرعة اللي عند المقطع B. هسه من هاي المعادلة راح استخرج هستخرج شنو هاي خلي سابقة الأوانها راح استخرج مثلا السرعة A بدلالة السرعة B أو بالعكس خلي استخرج السرعة A بدلالة السرعة B فرش أقول السرعة A إيش راح تساوي. طبعا أنا من عندي مجهول يعني لسه أنا عندي السرعة هنا ال A B وال A A اثنينات المجهولات طبعا هي مو نفس السرعة راح تختلف لأسباب كثيرة منها مساحة المقطع العرضي منها الارتفاع زين فراح تختلف السرعة فهنا ما أقدر أنا أحل معادلة مجهولين بيها فلازم شو أسوي من عندي معادلة بيها مجهولين بشكل عام بالرياضيات إنه لازم عندي يكون معادلتين أستخرج من واحدة المتغير الأول بدلالة المتغير الثاني ومرة أخرى أعوض هذا بالمعادلة الأخرى فالمعادلة الأولى هي هاي راح تصير عندي السرعة الأولى أو سرعة إيش راح تساوي لي خلي خط كسر 1.5 في 0.3 في السرعة B تقسيم هذا المقدار كله اللي هو شو يساوي لي يساوي 1.5 في 0.5 هاي راح تختصر فراح يبقى عندي شو قد راح يصير عندي 0.3 تقسيم 0.5 راح يصير 0.6 السرعة B وهاي المعادلة رقم 1 لحد الآن المشكلة قائمة يعني معرفة الثاني ايش قد السرعة ايش قد والسرعة B ايش قد يعني ذني معرفة لحد الآن المشكلة قائمة لكن شو وقت نحل المشكلة من عندي معادلة ثانية بيها أيضا سرعة زين شنو المعادلة الثانية اللي راح يكون عندي بيها سرعة هي معادلة برنولي معادلة برنولي شو راح تقول نكتبها هنا باللون الأحمر معادلة برنولي شو تقول تقول الضغط عند النقطة أي أو نقطة أي نقطة تقسيم كثافة كثافة الماء زائدا السرعة عند هاي النقطة اللي هي هنا أي إحنا سميناها مربع السرعة على 2 زائد التعديل الأرضي في ارتفاع ارتفاع الماء عند النقطة هاي إحنا اختارناها أي هذا مجموع ذني يساوي لي الضغط عند النقطة B على كثافة الماء هو نفسه زائد السرعة مربع السرعة عند النقطة B على 2 زائد التعجيل الأرضي في الارتفاع عند النقطة B ارتفاع السائل يعني زين عفوا زين هنا خلينا نشوف شنو المعلومات الموجودة عندي الـ PA والـ PB الـ PA يساوي الـ PB ويساوي شنو الضغط الجوي 1 أتموسفير أو يعني صفر الضغط المقياس صفر زين فأقدر أطرح من الطرفين هذا المقدار فصفر هذا يعني أقدر أطرح المقدار هذا من الطرفين فراح يلغي أو أقول أعتبره هو الضغط المقياس صفر فراح يصفر بالحالتين هو راح يلغي فأطرح من الطرفين هذا المقدار باعتبار هو نفسه الكثافة نفسها والضغط أيضا متساوي يعني الضغط أما صفر وأما 101 كيلو باسكال فبالحالتين راح أقدر أطرح من الطرفين زين يعني هنا تخيل هسه لو رقم مثلا هذا 101 فرضا او هذا خلينا نقول مثلا 100 وهذا ايضا 100 فانا اقدر اطرح 100 من الطرفين واحذفها من الحساب زين هسه هذا اللغة زين نيجي على السرعه السرعه احنا ما معلومه عندنا احنا نريدها زين خلينا نجي نشوف نكمل معادله السرعه عند النقطه اي تربيع على 2 خلينا نعزل السرعه 1 والارتفاعات واحد فأجيب هذا هسه هنا وغير إشارته
عفوا ناقص السرعة عند النقطة بمربع السرعة أقصد، إيش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي طبعا هذا يبقى مكانه، هذا أوديه هناك بغير إشارة، فراح يكون جي تعجيل أرضي H للبي ناقص جي H للأي. ليش نقلته وغيرت إشارته؟ هذا نقلته هنا وغيرت إشارته، وهذا نقلته هناك وغيرت إشارته. زين بس هنا ايش راح يصير عندي؟ هذا يجي يكمل المعادلة يقول وتساوي طبعا طلع جي عامل مشترك 9.81 هذا عامل مشترك، فيصير عندي H B ناقصا H A. بس نجي ال H A استمنا نجي ال H A شو يساوي لي؟ يساوي لي هذا الواحد، هذا واحد زين، هذا واحد زائد النصف. طبعا قبل ما احسب الارتفاعات انا يكون اشوف النقطة او الخط او المستوى المرجع اللي راح اجي اقيس الارتفاعات من عنده، فانا راح اخذ هسه هذا هاي النقطة، بعضهم قد ياخذ هاي النقطة نفس الشيء ما تفرق بالحساب، بس شنو يكون يعني اخذ بعض الاعتبار كلها نحسبها من هاي النقطة. زين فأنا راح أخذ هسه هاي النقطة السفلى، فهسه شو راح أحسب؟ الواحد هذا واحد زائد النص صار واحد ونص. ال H عند النقطة B راح يساوي لي هذا فقط 0.3. زين إذا أنا أخذت شنو منا إلى هنا أعلى السائل، وأخذت من الأسفل إلى هذا أعلى السائل، يعني هذا المستوى عندي وهذا المستوى عندي نسبة المن إلى هذا المستوى اللي أشرته بالخط الأسود، فراح يكون عندي واحد ونص، راح يكون عندي واحد ونص زين 0.3، فأجي هنا أعوض ويساوي خلي بنفس الخط ويساوي 9.81 في واحد ونص العفو 0.3 هذا 0.3 ناقصا واحد ونص زيادة راح يطلع لي هسه خلينا نشوف 0.3 ناقصا 1.5 اضربه بالتعجيل اللي هو 9.81 يصير سالب 11.772 ويساوي سالب 11.772. الوحدات لو تجون تشوفوها راح تطلع متر مربع، مثل مربع الثانية تربيع، يعني السرعة مربع السرعة كأنه. زين ليش تطلع مربع السرعة؟ لأن هذا عندي متر الثانية تربيع تعجيل، وهذا متر، فمتر في متر متر تربيع، وهو أصلا أكو ثانية تربيع فيصير متر على الثانية تربيع. زين هذا أول، هذا شنو هذا؟ هذا صار الفرق ما بين السرعة الثانية والسرعة الأولى. زين مربع السرعة الثانية والسرعة الأولى، فيجي شو أسوي؟ طرفين بوسطين هاي الاثنين راح تنضرب بهذا المقدار، يعني هسه إذا أجيب المعادلة ما خلي أسويها المعادلة هذا نستنسخها راح أصير عندي أجيب هذا المقدار أستنسخها خليها راح يصير عندي من أسوي طرفين بوسطين، هذا باعتبار كأنه ما خط كسر واحد صار هذا اثنين هنا، فيصير اثنين في هذا، فش راح يصير عندي المربع السرعة، مربع السرعة اي ناقص مربع السرعة بي راح يساوي لي نشوف هذا الرقم مضربة باثنين سالب 23.544 سالب 23.544 زين. هنا هسه شو اقدر اسوي؟ صار عندي معادلة هنا، هاي المعادلة رقم 2. زين هسه اقدر اعوض، اعوض ما استخرجته بمعادلة رقم 1. عندي السرعة الـ A بدلالة السرعة B، فاقول اعوض هنا عن الـ A، عن الـ A بما يساوي اللي هو هذا المقدار. زين فشكتب هنا اكتب 0.6 السرعة بي، طبعا الكل تربيع
احنا اغلب الطلاب قد ينسى ربع ال 3.6، لازم اخليها الكل تربيع. ناقص السرعه او مربع السرعه عند النقطه بي راح يساوي لي سالب 23.5 4 4. هسه اجي اربع 0.6 في 0.6 راح يصير 0.036 مربع السرعة دي، التربيع يدخل على 2. زين خلي سوي باللون الأحمر حتى لا تنسوا، هاي التربيع يدخل هنا ويدخل وين؟ هنا. زين نكتب ناقص مربع السرعة عند النقطة بي شو يساوي لي؟ سالب 23.544. زين بس اجي من اسوي عمليه طرح، اللي راح يصير عندي 0.36 ناقصا هاي معاملها واحد، هاي معاملها واحد. زين ف راح يطلع عندي سالب 64%. زين راح يطلع عندي سالب 60 سالب 0 سالب 0.64%. شنو تربيع عند النقطة بي يساوي هذا الرقم. زين فهسه أقدر المربع السرعة عند النقطة بي راح يساوي لي أقسم الطرفين على سالب 64%، فراح يساوي لي سالب 23.544 تقسيم صفر أو هم سالب 0.64. بس راح يطلع عندي هنا رقم، هذا إذا قسم 23.544 تقسيم 0.64 راح يطلع عندي 36.7000. فنكتب 36.78 سواء نقدر نقربها بس خلي مرة الناتج كامل. ناخذ الجذر مالتها، ناخذ الجذر راح يطلع لي 6.07. خلينا نقربها. اذا السرعه بي راح تساوي الجذر التربيعي من 3.6875 ويساوي 6.0. إذا انقلب الستة هاي ناصر 7 7، هاي شنو؟ متر الثانية. هاي السرعة بي. أجي هذا المقدار وين أعوض هذا المقدار؟ أعوضه بالمعادلة الأولى، أعوضه بيا معادلة بالمعادلة الأولى هاي اللي هي شو تقول؟ تقول المعادلة الأولى شو تقول؟ تقول VA تساوي 0.6 في بي. طبعا هاي قسم يعني يقولوها في سمول وقسم يقولوها نيو، لان اكو رمز لاتيني ايضا يشبه الفي اسمه نيو. الاهم شيء تعرفون الرمز هذا يعني سرعه. زين هسه اجي اعوض هاي، ايش قلت؟ عوضها هنا، بس راح يصير عندي واي يساوي هسه هذا السرعه عرفناها السرعه عند النقطه بي، عند النقطه ايش راح يساوي لي؟ 0.6 في 6.07. فهذا هسه اضربه في 0.6 راح يطلع لي 3.64 ويساوي 3.64 متر الثانية. لا تنسون الوحدات. هذا الأسئلة المفروض أنتم تحاولون تحلوها قبل ما تشوفون الشرح. إذا ما قدرتوا تحلون هذا السؤال فتقدرون انتوا تطلعون على الشرح الكامل وبعدين تحاولون تحلوه وحدكم، لانه كثير من هذه الاسئله راح تربط لك بين معادله برنولي ومعادله الاستمراريه. معادله بسيطه وسهله لكن شنو يراد لها تركيز ويراد لها تمرين، يعني اذا ما تتمرن بيدك على الحال فمن الصعوبه انه راح بالامتحان راح تقدر تحل هيك مساله. تحياتي.